الخارجية التركي يصف النظام السوري ورئيسه بشار الأسد بكلمات مفاجئة، والسبب شروط النظام السوري التي يضعها على الطاولة من أجل عودة العلاقات بين البلدين. فما القصة؟ خلال مقابلة تلفزيونية تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن الملف السوري وآخر التطورات بين البلدين. قال إن تركيا ترى أنها قد تتوصل إلى توافق بشأن سوريا في القضاء على الخارجين عن القانون وتحرير أراضيها من تلك الجماعات. أما عن المعوقات التي تقف في طريق إتمام تطبيع العلاقات بين البلدين، فقال المسؤول التركي إن النظام السوري لا يمكنه اتخاذ قرارات بمفرده، في إشارة إلى أنه يتحرك دائماً مع طهران وموسكو اللتين تقدمان له الدعم الحيوي. فالوزير التركي يرى أن المشكلة تكمن في أن أولويات بلاده لا تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لروسيا وإيران وسوريا، حيث أشار إلى أنهما لديهما شراكة كبيرة واهتمام مشترك ببقاء نظام الحكم في سوريا، وهو ما يختلف مع أولويات أنقرة. وحول شروط النظام السوري التي يضعها على الطاولة في كل محادثة شريطة أساسية لإتمام المحادثات، فعلق الوزير التركي عليها بأن فرض النظام شروطا مسبقة على تركيا باعتبارها خطوة دبلوماسية هي طريقة خاطئة. واعتبر الوزير التركي وضع النظام تلك الشروط يعني أنهم ليسوا مهتمين بالحلول حقاً أو لا يفهمون أولويات ومواقف الطرف الآخر. وأشار المسؤول التركي إلى أنه في حال كان لدى النظام السوري نية حقيقية للحوار، فهذه النية يمكن أن تنعكس على الأرض بنتائج ملموسة، لكن الأزمة الحالية هي أن النظام السوري لا يمكنه التفاوض حتى الآن، كما أنه عندما يتفاوض لا يمكنه أن يكون ذاته. وأوضح الوزير التركي أن القضايا بين البلدين كثيرة، لكن سياسة تركيا هي إبقاء باب الحوار مفتوحاً، مشيراً إلى دعم أردوغان وحدة الأراضي السورية. وختم الوزير التركي حديثه بالتأكيد على أن هدف تركيا وأجندتها المعلنة هي عدم دخول الخارجين عن القانون إلى أراضيها عن طريق سوريا، كما أنهم لا يريدون المزيد من اللاجئين بسبب الاضطرابات الداخلية في سوريا. فأنقرة تأمل أن يحقق الشعب السوري استقراره وسلامته بطريقته، كما تريد أن يعود السوريون الموجودون في تركيا بأمان وراحة بال. أجندة تركيا تلك تواجه مشكلة عندما توضع على طاولة النقاش، والسبب أن الطرف الآخر يتعامل مع الأمور بشكل مختلف بسبب وجود مشكلات في التوازن الداخلي لديهم، على حد وصف الوزير التركي.